هيا بنا نجدد العهد ونبدأ معا بسم الله وعلى بركة الله وبعون من الله هذه المرحلة الجديدة من تاريخ عمان. الحكمة هي من مفردات السياسة الجامعة، وهي اللبوس الذي يصعد بالأوطان إلى سماوات التقدم والاستقرار. ما تحلى بها نهج حكم إلا ارتفع شأنه واطمأنت سيرته وعظمت مسيرته. فالإنسان والحكمة مترادفتان متلازمتان في مواضعات السياسة، وقد صح منه العزم. العزم الذي لا يفتر يوما عن عملي، ولا ينفك ساعة عن واجباتي، ولا يتخلى دقيقة عن مسؤولياتي، ولا يغمض له جفن ثانية ولا جزءا منها عن حراسة وطنه ومنجزه بالقلب واليد واللسان. تلكم هي الحكمة الرسالة التي ألفتها عمان وألفتها، ممثلة في الفكر القيادي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله، وأظهرها لأمته والعالمين منذ خطاب العيد الوطني الأول، إذ كان بناء الإنسان ولحمته الوطنية أس الانطلاق في مشروع بناء الدولة الحديثة، عمان التي ينعم فيها المواطن برغد العيش والكرامة رخاء حيث أصاب. لقد أوتي الحكمة. يقول مدون التاريخ المعاصر وكاتبوه: إن عزت الحكمة في زمن وقد عزت، فزم لها الركائب نحو عمان، تجدها في أهل هذه البلاد وشمائلهم، في حديثهم وسمتهم، وفي تعاملهم مع الآخر. وتلكم ثمرة البناء الإنساني الشامخ قبل البناء الحجري المجوف بمخبره ومنظره معا، وقد انصهرت في تكوينه وتنشئته الوطنية والقيمية جهود النهضة وموجهاتها، في مزاوجة مقصودة بين أصالة العماني ومعاصرته، الأصالة التي يمثلها تاريخ الأمة العظيم، والمعاصرة التي تشكلها الدولة المدنية المزدهرة ونهضتها المباركة التي جاءت بشيرا لا نذيرا. قالها جلالته أيده الله لشعبه: إنني صاحب رسالة ولست صاحب سلطة. لقد أوتي الحكمة. عندها خاضت مسيرة النهضة مسالك المجد ودروب عليائه، تستلهم حاجتها وتواكب مراحل نموها بخطوات متكيفة مع احتياجات المواطن ومتطلبات مراحل نهضته. وبرع العمانيون في تقديم أروع المثل في المواءمة بين مجارات المدنية وبين الإمساك بخطوم قيمهم التي فطروا عليها، قيمهم اللافظة لكل دخيل على ثقافتهم وعرافهم ومدخرهم. فلم يسمح العماني لفكره أو منطقه ولا حتى عاطفته أن تنشغل بشؤون غير شؤونه، ولا لسمعه أو بصره أو بصيرته أن تلتفت إلى مواضع ضجيج أو أزيز لا ناقة له فيها ولا جمل. فلديه ما يشغله في مسيرة بناء حاضره ومستقبله، وهدي إلى الطيب من القول: لقد أوتي الحكمة. وشكل منهاج السلام من قائد السلام مدرسة عالمية خط كتابها من المصلحة العليا للوطن عمان، في تجسيد أصيل لحكمة الصداقة وميزان العدل ورأب الصدع واحترام الجيرة ودعوة الدول إلى التعاون من أجل توطيد الاستقرار وازدهار شعوبها. وجسدت مواقفها من جميع الأحداث السابقة واللاحقة رزانتها السياسية، فتوجت واحة للسلام وراعية له. نهج الحكمة في بلد الحكمة قوبل بتقدير المجتمع الدولي وثقته، وحق للعماني أن يطأ الثريا بنهضته ومنجزه الإنساني الحضاري، فخورا بعمانيته، معتزا بانتمائه، متقلدا أوسمة الوثوق والرسوخ والأمجاد، ومتوشحا أردية المجد النوفمبري، وهو إذ يحتفل بعيده الوطني 47 لينثر أكاليل من وردة السلطان قابوس التي تخطف الأنظار كحال سياسة السلطان وحكمته، الزهرة ذات الساق الطويلة، الزهرة التي تنبت في كل الفصول، الزهرة التي تتفتح في كل البساتين ناشرة عطرها محبة وسلاما على خلائف الله في الأرض، وهي تنشد: هو الكون حي يحب الحياة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.